مشاهدينا اهلا بحضرتكم، هذه حلقه جديده من برنامج حوار اليوم. يراقب العالم باهتمام شديد التطورات الاخيره المحيطه بجزيره تايوان التي تبرز على الساحه الدوليه حاليا باعتبارها اقوى اختبار للاداره الامريكيه الجديده بقياده الرئيس الامريكي جو بايدن في تعامل هذه الاداره مع الصين، وهو اختبار من المرجح أن يقود إلى الحرب أو السلام في بحر الصين الجنوبي المضطرب برأي الكثير من المراقبين. زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان لم تؤكد ولم يكشف عنها إذا كان الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي تطرقا إلى هذه الزيارة بشكل مباشر خلال المباحثات التي جرت بينهما عبر الهاتف. مع ذلك ظهرت حساسية ملحوظة تجاه وضع الجزيرة، فقد حذرت الصين من عواقب وخيمة بحسب وصفها ومن اللعب بالنار، ووصف الرئيس جو بايدن فكرة الزيارة بأنها جيدة. لماذا إذن صاحب خبر زيارة بيلوسي المرتقب لجزيرة تايوان هذه الضجة الواسعة وتداعيات هذه الزيارة إذا حدثت بالفعل؟ حول هذا الموضوع يشرفنا الأستاذ محمد ربيع غزالة الكاتب الصحفي بالأهرام للحديث عن هذا الملف المهم. أهلا بحضرتك يا أستاذ. أهلا بحضرتك يا فندم. اسمح لنا في البداية أن نتوقف مع هذا التقرير قبل بداية الحوار. تفضلي. لا تزال قضية تايوان من بين أكثر القضايا إثارة للجدل بين الولايات المتحدة والصين، فقد برزت كنقطة صراع خطيرة مع خشية المسؤولين الأمريكيين من تحرك صيني وشيك في الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. ومنذ نشر صحيفة فاينانشال تايمز خبرا عن زيارة نانسي بيلوزي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايبي، تدفع تحذيرات من بكين وجهود منسقة من قبل إدارة بايدن إلى منع التوترات المتصاعدة بين البلدين من الخروج عن نطاق السيطرة. وظهر ذلك جليا في المكالمة الهاتفية التي استمرت ساعتين وأكثر، حين وجه الرئيس الصيني تحذيرا ينذر بالسوء إلى بايدن بقوله إن أولئك الذين يلعبون بالنار سيهلكون بها. وعلى الرغم من ذلك قلل منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي من أهمية تحذير الرئيس الصيني، معتبرا أنها تصريحات معتادة، بينما أكد بايدن أن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير وأنها تعارض بشدة الجهود أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن أو تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. الآمال في تحسين العلاقات مع بكين كانت ضئيلة، ومع ذلك لا يزال مساعدو بايدن يأملون في الحفاظ على علاقة شخصية بين بايدن وتشي، والتي بدأت قبل سنوات، بأنها يمكن أن تجنب سوء التقدير بين الجانبين الذي قد يؤدي إلى المواجهة. يعود أصل الأزمة بين بكين وواشنطن حول تايوان إلى سياسة صين واحدة التي تبعتها الولايات المتحدة منذ نهاية السبعينيات وحتى الآن. ومثلت الموقف الدبلوماسي الذي تعترف واشنطن بموجبه بالصين، وهي السياسة التي ظلت تحكم العلاقات الأمريكية مع تايوان على مدى 40 عاما الماضية. مشاهدينا أجدد الترحيب بحضرتكم وأجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد ربيع غزالة الكاتب الصحفي بالأهرام. أستاذ محمد أهلا بحضرتك مرة ثانية. يمكن زي ما تابعنا في التقرير قبل قليل، العلاقات الأمريكية الصينية علاقات دبلوماسية وعلاقات اقتصادية على نطاق واسع، ولكن يعني يعكر دائما مسار هذه العلاقات بعض الملفات. ربما برز في الآونة الأخيرة ملف تايوان على الساحة مرة أخرى، ورغم اعتراف الولايات المتحدة كغيرها من الدول والمؤسسات الدولية الأخرى بسياسة الصين الواحدة أو أن جزيرة تايوان جزء من الصين، وسعي بكين إلى إعادة التوحيد مرة أخرى وضم الجزيرة إلى أراضيها بشكل سلمي، إلا أن الولايات المتحدة تستخدم من آن لآخر ورقة جزيرة تايوان للضغط والمناوشة مع الصين. برأي حضرتك ما العوامل التي أدت لاشتعال هذا الملف من جديد ودلالة التوقيت أيضا؟ يعني احنا عايزين بس نربط الازمه التايوانيه الامريكيه الصينيه، يمكن
يمكن عايز اقول ان هي ازمه منتعشة الاطراف ثلاث اطراف فيها، لان من وجهه نظري ان تايوان هي ورقه ضغط استخدمها امريكا طوال الحقب الزمنيه الماضيه. امريكا الفتره الاخيره بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه حدث نوع من التراجع للقوى الامريكيه على مستوى العالم. ويمكن امريكا كانت في مأزق كبير جدا بعد حرب الروسيه الاوكرانيه، وده كان واضح جلي جدا لكافه القوى على مستوى العالم من الموقف الامريكي تجاه الازمه الروسيه الاوكرانيه. حتى هذه اللحظه بقى بالفشل الذريع، لان بوتين مستمر في اتجاهه واستطاع ان يحقق نجاحا كبيرا حتى الان في المعركه الاوكرانيه الروسيه. أمريكا بالنسبة للصين ده يمكن مش أزمة النهاردة ولا حضرتك أشرت، ولكن أزمة منذ بعيد يمكن من تأسيس الجمهورية الشعبية سنة 49، ولكن الأمر تصاعد زي ما حضرتك أشرت في بداية سؤالك بسبب تصاعد قوى الصين على مستوى العالم. من وجهة نظري البسيطة أن الأزمة الروسية الأوكرانية جددت الاشتعال في منطقة المحيط الهادي، وخاصة في ما يخص منطقة جزيرة تايوان. أمريكا على الرغم من أنها تعترف بجمهورية الصين الموحدة ولا تعطي جزيرة تايوان حق الاستقلال عن الصين، وتعترف بأن الصين أن تايوان جزء من جمهورية الصين وأنها ليست ذات سيادة مستقلة ولا دولة مستقلة حتى هذه اللحظة، ولكن تقدم لها كافة الدعم العسكري لتكون بمثابة ورقة ضغط على الصين وقت اللزوم. الآن الأمريكان بيروحوا، أشرت بهذه الورقة الضغط، لأن أمريكا على مدار التاريخ أشار الخبراء دائما يستخدمون فكرة أو يلوحون بمبدأ الديمقراطية أو شعار الديمقراطية للتدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول. وهذا الشعار ترفعه الأمريكان عندما يريدون أن يحدثوا أي أزمة في دولة من الدول، مثلما يرفعون شعار حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الماضية. يعتبرون هذا الأمر بمثابة ورقة ضغط على الحكومات. ويمكن اللي كان بيسمح بداية أستاذ محمد فكرة إنه أمريكا كانت القطب الأوحد في العالم، يعني هي القوة العظمى الوحيدة، يعني ما كانش فيه تعددية قطبية. لابد أن نعترف أن الخريطة العالمية ستتغير خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية. سيتم التعاون، سيعاد رسم خريطة العالم السياسية مرة أخرى بالتأكيد. هناك بعض الأمور المتلاحقة والسريعة التي حدثت خلال الفترة أو الفترات الزمنية الماضية ستؤدي إلى فكرة عزة خريطة. هنتكلم مش المشكلة مش في منطقة الصين فقط ولا في منطقة أوكرانيا، تعال نتكلم على منطقة منذ حرب منطقة الربيع العربي وما حدث في اليمن وما حدث في ليبيا وما حدث في سوريا وما يحدث في هذه المنطقة، مرورا بما يحدث في التحالفات الموجودة بين القوى العظمى. الآن كل دولة من الدول تحاول أن تحدث نوع من التحالفات في المناطق المختلفة حتى يكون لها تأثير. تعال نتكلم بصراحة، طبعا نربط الأحداث. الصين الآن قوة عظمى وصاعدة بقوة على مستوى العالم، ولا يستطيع أي شخص أن ينكر تواجدها على المستوى العسكري وعلى المستوى الاقتصادي. صحيح. كان هناك لأول مرة منذ فترة بعيدة يتم التلويح باستخدام اللغة العسكرية. يمكن جو بايدن عندما تحدث عن تدخل العسكري لأمريكا في منطقة المحيط الهادي ومنطقة إذا تم تعدي من قبل الصين على جزيرة تايوان، هذه اللغة لم يتحدث بها بايدن في الأزمة الروسية الأوكرانية. عشان نعمل مقارنة بالاثنين عندما نتحدث، طب بايدن كان أولى أن يتحدث بايدن على استخدام القوى العسكرية في حال تعدي روسيا على أوكرانيا، وبالفعل تم التعدي. ورغم كل مرة يرفع حجم العقوبات ويلوح بأن أمريكا ستتخذ قرارات، ولكن ربما الوضع مختلف لأن أوكرانيا ليست عضوة في حلف شمال الأطلسي الناتو حتى تتولى الولايات المتحدة الدخول في حرب. تايوان الوضع مختلف لأنه هنا في بحث لتوزيع أو توازن القوى في منطقة أخرى بعيدة. هو المسألة من وجهة نظر المتواضع يمكن أختلف مع حضرتك في هذه الجزئية. ما يحدث الآن في منطقة الصين، منطقة الصين وجزيرة تايوان، هو لا يقل أهمية عما يحدث في روسيا وأوكرانيا، بل منطقة أوكرانيا بالنسبة للأمريكان وأوروبا منطقة هامة جدا للضغط على روسيا.
ولكن المسألة جو بايدن يمكن تسرع في هذه اللاجة وفي هذا الخطاب، حتى مساعدي في البيت الأبيض أقروا بذلك وقالوا أن جو بايدن أحدث إحراقا للبيت الأبيض بعد حديثه بهذه اللهجة وبهذه اللغة، لأن جو بايدن في النهاية لم يستطيع أن ينفذ ما يقوله. وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر الأمريكي أكد على أن هذا الخطاب الصادر من البيت الأبيض غير مناسب للخطاب دولة زي الصين، ويمكن لأول مرة تواجه دولة أمريكا تواجه الصين بهذا الشكل المباشر، لأنه لا يجب أن تواجه الصين بشكل مباشر، لابد من المواجهة الغير مباشرة. يمكن حتى في بعض الأحاديث أقول لك يعني أو الأقاويل التي تقال عن كيفية إدارة البيت الأبيض للأزمة مع الصين، يقول لك هناك ترنيمة في البيت الأبيض دائما نتحدث عنها أن المواجهة المباشرة مع الصين لا تحدث إلا إذا كانت ضرورية، والتعاون مع الصين يتم إذا كان ذلك ممكنا. هذا شعار في لو دخلنا على المقارنة بين الموقف الأمريكي من أوكرانيا فيما قبل الحرب وأثناء بداية الحرب، عندما كانت تتعهد الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا في مواجهة هذه الحرب، وهو على أرض الواقع ما لم يحدث بصورة كبيرة. هي أيضا يعني تقول دائما في كل المنابر أنها سوف تدعم تايوان بالسلاح وسوف تساعدها إذا هي تعرضت لما أسمته بين هلالين احتلالا صينيا. ولا أفهم كيف أن دولة تعتبر أن أو تعترف بأن تايوان جزء من الصين، ثم ترى أن الصين إذا هي ضمت تايوان يعتبر احتلالا. يعني هذه مغالطة أم هذه سفسطة؟ ما ده هذا تناقض في الفكر. إذا ما أشرت لحضرتك لابد للإدارة الأمريكية في ارجع كده بالذاكرة، أي تدخل أمريكي في أي دولة من الدول منذ حرب العراق تبحث الإدارة الأمريكية أينما كانت موجودة عن مبرر لهذا التدخل. لما جه أراد جورج بوش الابن ومن قبل جورج بوش الأب أن يتم تدخل في العراق، حدث هذا الأمر بمبرر السلاح النووي. الأول كان حرب الاعتداء العراقي على الغاشم على أرض دولة الكويت، ثم السلاح النووي في النهاية أو الكيمياء، وفي النهاية ما فيش أي حاجة موجودة. نمر مرة أخرى على اي تدخل او اي قرار يتم اتخاذه من قبل الاداره الامريكيه من فرض عقوبات او غيره على اي دوله من الدول، لابد ان يتم بحث عن ذلك عن مبرر. دعوا هذا الدور مع دور يمكن هذا السلاح او شعار الديمقراطيه الذي ترفعه الاداره الامريكيه في حاله الرغبه في التدخل في اي شيء شان من الشؤون الداخليه للدول، ده هو ده معروف بالنسبه لكافه دول العالم. يمكن السبب الرئيسي في التصاعد الصيني خلال الفتره الماضيه، خاصه التصاعد الاقتصادي، ممكن فرق كتير جدا مع دوله الصين، هو ان كافه دول العالم او الدوله الصينيه تحدث شراكات مع كافه الدول دون تدخل في الشؤون الداخليه. اما الامريكان وضعهم مختلف تماما، يتدخلوا تدخل كبير جدا في الشؤون الداخليه للدول. نعود سريعا لما حضرتك اشرتي لفكره الانفصام في القرارات الامريكيه او في الرؤى او في الخطابات. يمكن هناك اقاويل ان هناك لقاء مرتقب بين الرئيس الامريكي جو بايدن والرئيس الصيني. يمكن هناك هذا اللقاء كان او التواصل له علاقه بالازمه الروسيه الاوكرانيه. في اعتقاد الامريكان ان الصين حليف رئيسي لروسيا، رغم روسيا ان الصين حتى هذه اللحظه ملتزمه بقرارات الدول السابقه وتنفذ العقوبات التي تم اتخاذها تجاه الجانب الروسي حتى هذه اللحظه. صحيح. ولم تجد الاداره الامريكيه ولا اوروبا اي اختراق من جانب الصين لتلك العقوبات ما يثبت مساعده الروس. بالتالي كان هناك رغبه في اشتعال تلك الازمه حتى يتم الجلوس على طاوله المفاوضات والوصول الى نقطه للضغط على الروس حتى يتم حل مشكله الازمه الروسيه الاوكرانيه او خروج اوروبا وامريكا بالشكل الامثل، خاصه انهم وقعوا في براثن تلك الحرب بتبرا تلك القرارات الخاطئه او التعامل الخاطئ مع هذه الازمه. مما يؤكد التعامل الخاطئ مع هذه الازمه تصريحات الرئيس الاوكراني نفسه زيلينسكي عندما اكد ان الغرب وامريكا تركوه بمفرده امام الدب الروسي.
كل هذا تصور منطقي مقبول يعني عقليا كده فيما يتعلق ب يعني الضغوط الامريكيه لمحاوله كسب ارضيه في الحرب امام روسيا او في الصراع امام روسيا او كسر التحالف بين الصين وروسيا بشكل او باخر. ولكن اذا ما صعدت بكين وهو ما اتضح من خلال تصريحات لكثير من المسؤولين على راسهم طبعا الرئيس الصيني ووزير الدفاع ايضا قال بشكل مباشر وصريح ان اي تدخل او انتهاك للسياده الصينيه سيتبعه مواجهه عسكريه. إذا حدثت مواجهة عسكرية توقعات حضرتك بالنسبة لحدوث المواجهة العسكرية من حيث المبدأ والتكلفة لهذه المواجهة في حال حدوثها؟ أنا بس هتكلم عن جزئتين في هذا في سؤال حضرتك وده سؤال جميل جدا بحقيقة عليه. هتكلم على فكرة أنه لا أعتقد أن تحدث تلك المواجهة من وجهة نظر. ربما التصعيد موجود بس الأمر لم يصل إلى فكرة المواجهة العسكرية لأن أمريكا تعلم وتعرف تماما وتقدر حجم التكلفة الباهظة التي ستدفعها حيال التدخل أو الصدام المباشر مع الصين. الوضع مع الصين ليست حرب عسكرية فقط ولكن حرب اقتصادية تطال بها كافة دول العالم. هديك مثال بسيط جدا، كوفيد الكورونا بدأت في الصين، ماذا حدث للكرة الأرضية؟ تأثرت كلها. ما يحدث داخليا في الصين ليس حبيس جدران الصين ولكن تتأثر به العالم أو الأمة جميعا، لأن الصين ليست قوة هزيلة أو بسيطة ولكن هي قوة عسكرية وقوة اقتصادية كبرى يتعلق اقتصادها بكافة اقتصاد دول العالم. حضرتك لو رجعت شوية، إذا أوقفت الصين الآن بعض الصادرات المتجهة إلى أوروبا وأمريكا سيتأثر الاقتصاد الأوروبي والأمريكي. رجعت كده شوية، عندما رفعت أمريكا حجم الجمارك الخاصة بالصادرات الصينية ماذا حدث في الوضع الاقتصادي داخل أمريكا؟ تأثر الاقتصاد الأمريكي، تأثر لأن المواطن الأمريكي الآن لا يستطيع الاستغناء عن العديد والعديد من السلع والمنتجات الصينية. الصين في الحقيقة تنافس لأنها تقدم جودة مرتفعة بأسعار منخفضة. الصين الآن تغلغلت في كافة دول العالم ومتغلغلة داخل تايوان. عرف حضرتك حجم الاقتصاد المتبادل رغم الأزمة الموجودة بين تايوان والصين 60 مليار دولار، وفي مليون تايواني يعملون داخل الأراضي الصينية ولهم مصانع داخل الصين. بالتالي حجم التوتر أو حدوث أي صدام مباشر بين أمريكا والصين فده أمر مستبعد بالنسبة لي تماما، لأن أمريكا لا تتحمل أن تدخل في أزمة كبيرة مع الصين وهناك أزمة موجودة مع روسيا حيال الأزمة الروسية الأوكرانية. لأن التكلفة سيتحملها العالم أجمع ليس فقط أمريكا، التكلفة الاقتصادية. بالتأكيد، ودائما الأمريكان يحملون غيرهم ويجعلون الآخرين يدفعون ثمن الأخطاء. يمكن ده حدث في الحروب التي سببتها أمريكا خلال الحقب الزمنية الماضية بداية من حرب الموجودة في العراق والوضع الحالي في العراق وافتعال الأزمات في المنطقة، وفي نفس التوقيت دعم بعض الأفكار والجماعات التي أدت حتى هذه اللحظة إلى انهيار أو طمب الكامل وعدم استقرار لدول. هذا عدم الاستقرار الموجود الآن في العديد من الدول سببه بعض الممارسات والسياسات الخاطئة لبعض الأنظمة والإدارات التي تعاقبت على إدارة البيت الأبيض. فيما يتعلق بإدارة البيت الأبيض وفيما يتعلق بالحسابات الداخلية الأمريكية وما تقوم به واشنطن في موضوع تايوان، هنا أعني انتخابات التجديد النصف المرتقبة، وما المستهدف من إثارة هذه البلبلة والتصعيد من جديد لملف تايوان في هذا التوقيت؟ يمكن نعود بقى هنا بقى يعني لزيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي. يمكن دي يمكن اللي خلت المسألة تتوتر بشدة خلال الأيام الماضية، لأن نانسي بلوسي ليست شخصية عادية، يمكن ثالث أهم شخصية في الإدارة الأمريكية، ويمكن ده أول مسؤول رفيع المستوى سيزور إذا تمت الزيارة إلى جزيرة تايوان، سيزور تلك الجزيرة منذ عام 1997.
بالتالي هذه الزيارة بالنسبة للصين وبالنسبة للإدارة الأمريكية هي زيارة حياة أو موت، لأن عندما تقوم شخصية في بمستوى رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي في زيارة جزيرة تايوان فتعطي مزيد من الشرعية ومزيد من الاستقلالية لجزيرة تايوان، على الرغم من أن الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة لم تعترف بجزيرة تايوان زي ما حضرتك أشرت في بداية حديثك وتؤكد أن جزيرة تايوان جزء من جمهورية الصين الموحدة ولكن لها استقلالية ذاتية في الحكم. بالتالي الأمريكان الآن يبحثون عن أي من أوراق الضغط على القوى العظمى مثل الصين حتى يحققوا مكاسب من وجهة نظري على الخروج من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. بالتالي الصين تقرأ هذا المشهد جيد جدا وتعلم أن الأمريكان يفكرون في هذا، وتعلم الصين جيدا حجم قدراتها العسكرية والاقتصادية، وبالتالي بعد الخطاب الذي لوح به الرئيس الأمريكي بايدن وبهذه اللهجة كان لابد من هذا الرد من الجانب الصيني، لأن الصين الآن كان لها لابد من وقفة حتى تستطيع لأنها إذا لم تستطيع الصين من وجهة نظري أن تحمي شأنها الداخلي فلن يثق بها أي دولة تثق بها أي دولة من الخارج في حماية اقتصادها. الصين عاملة اقتصاد كبير جدا ومنتشر على مستوى العالم. لما نتكلم عن تعاقدات وبروتوكولات وتعاونات بمليارات الدولارات من الجانب الصيني بالعديد من الدول، وهذه الدول تعاقدت مع الصين باعتبارها أحد القوى العظمى والكبرى على مستوى العالم. فإذا انهارت الصين أمام أمريكا كيف سينظر إليها العالم وتنظر إليها هذه الدول خاصة الدول النامية؟ بالتالي حماية الصين لأمنها الداخلي والتي تعتبر تايوان جزء منه شيء مهم جدا للتأكيد على قوتها وتأثيرها، لأن حماية حدودها الداخلية متعلق تماما بحماية مكتسباتها وحقوقها في الخارج فيما يخص تعاونها مع كافة الدول. في إطار الحديث أيضا عن الحسابات الداخلية الأمريكية من الحصول على مكاسب من وراء الضغط بورقة تايوان في هذا التوقيت، وتحدث عن انتخابات التجديد النصفي والمنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين، يعني ما الذي يسعى إليه هذا ما لا نفهمه، ما الذي يسعى إليه الديمقراطيون في هذا التوقيت لا سيما وأن الجمهوريون يعني نقطة تايوان تحديدا من النقاط التي تلقى توافقا بين الجمهوريين والديمقراطيين، يعني هم الجانبين بيدعموا مش بيدعموا استقلال تايوان ولكن بيقدموا لتايوان الجهود اللازمة للدفاع عن نفسها كما يقولون. ايه المكاسب المحصلة برأي حضرتك؟ هم مش بيقدموا هذه المكاسب من اجل عيون دولة تايوان، لا هم يريدون ان تظل هذه الشوكة في ظهر الصين. الادارات الامريكية المتعاقبة لم تجد للصين ورقة ضغط مثل هذه الورقة، لدرجة أنها حافظت على وجودها طوال الحقب الزمنية الماضية وتدعمها بكافة وشتى الطرق دون الوصول إلى مرحلة المواجهة المباشرة مع الصين. ولكن ربما إدارة بايدن أخطأت في هذا الخطاب الموجه والدخول في مواجهة مباشرة مع الصين، لأنها ستخسر في تلك المواجهة ولن تفعل شيئا. إذا كانت إدارة بايدن تريد أن تستعيد نوع من الدعم الشعبي بعد الخسارة الكبيرة التي حدثت جراء الفشل في إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية وخضوع وانقصار الأمريكان أمام الدب الروسي حتى الآن، فبالتالي هذه الانتخابات الأمريكية للتجديد النصفي ستكون كاشفة وتؤكد على انهيار الدعم الشعبي لإدارة بايدن والرغبة في التغيير، لأن إدارة ترامب السابقة وحتى يمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاباته الآن يؤكد على فشل الإدارة الأمريكية في التعامل مع الأزمات، مما أوصل الإدارة الأمريكية إلى هذا الضعف والوهن في التعامل مع العديد والعديد من الملفات. ربما كنا نختلف في كيفية إدارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق لعديد الملفات، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم شخصيته الهجومية واندفاعه لم يكن
يحدث أي نوع من الصراع. ممكن حصل في عهد ترامب التقارب بين روسيا وامريكا كبير جدا، حصل نوع من التقارب ولم يحدث هذا المسؤول، لكن عندما اتى دونالد ترامب الى سده الحكم في امريكا حدث نوع من الفصام وحدث نوع من الصدام. جو بايدن عندما جاء بعد ترامب حدث نوع من الانفصام والصدام بين العلاقه بين روسيا وامريكا. التعامل مع الازمه الروسيه الاوكرانيه كانت كاشفه لقوه امريكا الحقيقيه. امريكا الان لم تعد كسابق عاده، لابد ان تعترف الاداره الامريكيه ان الزمن عندما تغير يتغير معه اشياء كثيره جدا، والقوه العظمى الان تغيرت وهناك اعاده لرسم الخريطه الدوليه، هناك تحالفات دوليه. عندما تتحدث عن منطقه مثل منطقه تايوان والصين، هناك تحالف امريكي بين امريكا واستراليا واليابان. كان هناك لقاء مؤخرا بين احد المسؤولين الامريكان ومسؤول اليابان واستراليا لمواجهه الصين في تلك المنطقه ازاء حدوث اي تصاعد او حدوث نشوب اي تدخل عسكري من جانب الصين تجاه تايوان. في المقابل هناك الصين وكوريا الشماليه في مواجهه كوريا الجنوبيه وفي مواجهه اليابان ومواجهة استراليا والدعم لهم الامريكان. هناك تحالفات، هو ده حديث يا استاذ محمد عن موضوع التحالفات في المنطقه، وايضا هناك تحذيرات من الصين من تعرض دول في منطقه جنوب شرق اسيا تحديدا لما اسمته بالضغوط لاستخدامها كاوراق ضغط في التنافس بين الصين والقوى الدوليه. ما الذي تعنيه برايك؟ تاني يا فندم، الصين تحذر من تعرض دول في جنوب شرق اسيا الى ضغوط من القوى الغربيه الدوليه الى التحالف معها لمواجهه الصين، يعني هي بتحذر من ذلك. لو خدنا سريلانكا مثلا على سبيل المثال والاقتصاد السريلانكي الضعيف والازمه غير المسبوقه اللي حصلت في هذه الدوله، وهي يعني مدينه للصين في المقام الاول، يعني اكثر ديون لسريلانكا خاصه بالصين. يعني دوله سريلانكا ودول أخرى كثيرة ما حدث فيها حدث بسبب تلك التصادمات بين القوى العظمى. الأمريكان، الصين، روسيا وغيرها من الدول، عندما يحدث صراع بين تلك الدول العظمى فلا يتأثر تلك الدول بالمقابل الأول، ولكن تتأثر الدول النامية اللي اقتصادها لسه اقتصاد قائم. يمكن ضرب العالم خلال الفترة الماضية أزمتين كبار جدا، أزمة كورونا وثم الأزمة الروسية الأوكرانية. أي اقتصاد كان اقتصاد هش أو اقتصاد متنامي سقط في براثن تلك الأزمات. يمكن نحمد المولى عز وجل أن الدولة المصرية حتى هذه اللحظة قائمة واستطاعت أن تواجه تلك الأزمات، لأن إحنا كنا لسه خارجين من مشاكل كتير جدا بعد ثورة 2011، ثورة 30 يونيو، بالتالي بدا الاقتصاد بتاعنا اقتصاد يتنامى. جت ازمه كورونا، استطاعت الدوله المصريه ان تعبر تلك الازمه، ثم جت الازمه الروسيه الاوكرانيه المستمره حتى الان، ووقعت في براسنها دوله سريلانكا. وهناك العديد من الدول التي وقعت او اقتصادها يمكن وصل لمرحله شبه انهيار بسبب تلك الازمات. ما في الصين، امريكا، روسيا، الدول العظمى عمرها ما بتدفع لاي دولة من الدول حتى لو كانت حليفة من حلفائها أو تأخذ بيدها. هذه الدول لا تفكر إلا في ذاتها. وأليس من الأحرى بالنسبة للصين أنها تحاول تبحث عن تحالفات في هذه المنطقة؟ يعني أنها تدعم الدول دي لأن هي دولة قوية اقتصاديا أصلا. الصين دولة تجارية. عندما تحدث أي نوع من التعاون مع أي دولة من الدول، ماذا ستحقق جراء تلك التعاقدات؟ هي لا تدفع مقابل أن تأخذ دعم سياسي في المقام الأول، ولكن هي تفكر بفكر تجاري واقتصادي، ربما الدعم السياسي يكون لاحقا للمكسب الاقتصادي. لا تفكر يعني أي دولة من القوى العظمى، هاتي دولة كده من القوى العظمى على مستوى العالم الآن تدفع لأي دولة من الدول في مقابل تحصل على الدعم منها. هي لا تريد هذا الدعم، هي ليست في حاجة لهذا الدعم، ولكن إذا دفعت شيئا فهي لابد أن تحقق من ورائه مكاسب، ومكاسب متعددة وليس مكسبا واحدا. الأمريكان نفسهم حتى هذه اللحظة الآن المعونات التي يقدموها للعديد من الدول
لابد ان تكون هذه المعونات مشروطة ولها مكاسب بعدها. حضرتك عندما يريدون الضغط على اي دولة من الدول يلوحون بمنع هذه المعونات لتحقيق مكاسب سياسية وتمرير قرارات معينة. يمكن دي من ضمن الحاجات التي تخطئ فيها الإدارة الأمريكية وأخطأت في اتجاهها العديد من الدول بالتلويح مثل هذه القرارات. من وجهة نظري أن الأزمة الصينية الأمريكية زي ما حضرتك أشرتي ستكون كاشفة لمدى الضعف والوهن التي وصلت إليه الإدارة الأمريكية في هذا الوقت الراهن. التحذير الصيني من التدخل القوى الدولية تحديدا الولايات المتحدة في دول جنوب شرق آسيا ربما يعني يحمل في طياته روائح التنافس التي يعني تقوم به الولايات المتحدة في هذه الأسواق الناشئة في الدول جنوب شرق آسيا. إذا حضرتك بتشوف الأدوات الأمريكية لتحقيق هذا التنافس في أمام المعادلة الصينية. يعني عايزين نعترف بحاجة مهمة جدا، التصاعد الصيني متنامي. إذا أردت أن تقارني بين الأمريكان والصين أو أرادت أمريكا أن تدخل في منافسة مع الصين فلا بد أن تكون لديها نفس المقاومات والإمكانيات والأدوات، وهذا غير موجود. فكيف ستواجه أمريكا الصين داخل تلك الأسواق؟ لأنها لا تستطيع أن توفر المتطلبات والمقاومات والأدوات التي تتطلبها تلك الدول. الصين نفسها اخترقت أمريكا نفسها. ما فيش بيت في امريكا دوت لا يستطيع ان يتحقق لدرجه ان الولايات المتحده خدت اجراءات على حظر بعض يعني السلع والمنتجات الصينيه للحد من تفشيها في اسواق. الصين تغلغلت بقوه وتغلغلت داخل امريكا نفسها، فكيف تواجه امريكا خارجيا وهي فشلت؟ فكيف تواجه امريكا الصين خارجيا وهي فشلت في مواجهتها داخليا؟ هذا الامر انت بتشوف مستقبل التنافس الاقتصادي والسياسي بين هاتين القوتين بكين وواشنطن في المستقبل القريب وتأثيره أيضا على منطقة الشرق الأوسط. أنا شايف أن أمريكا لابد أن تحتوي الصين. إذا لم تحتوي الصين ودخلت في صدام مباشر معها ستخسر كثيرا. لأن الصين لابد أن أبت شاءت أم أبت أمريكا فهي قوة عظمى متنامية ومتغلغلة وموجودة الآن. اعترفت او ما اعترفتش بمزاجها او غصب عنها فده امر بقى ثابت وواقع وموجود وملموس. ستواجه امريكا الصين ازاي؟ دي مسألة بقى تحالفات وفكرة مفاوضات وخدوهات. انت محتاج ايه؟ اول حاجة تريدها الصين ان تتخلى امريكا عن الدعم لجزيرة تايوان. ويمكن دي ورقة الضغط الاخيرة التي يمتلكها الامريكا. يمكن ده سبب رئيسي في التلويح فيها في هذا التوقيت. الامريكان امريكا تريد ان تحقق بعض المكاسب من الصين. طب ايه ما لديك من اوراق؟ ورقه الضغط الوحيده هي جزيره تايوان. فكره سيب ونسيب، انت عايزه مني ايه؟ انا عايزه من حضرتك 1 2 3 تتخلى عن دعم روسيا، تخش معانا في التحالف، يبقى في نوع من التفاوض، فكره التغلغل التجاري ده يتوقف بشيء بعض الامور، المنطقه دي اتواجد فيها بقوه انت تبعد عنها، طب ايه مقابل ايه؟ اديك سيبنا جزيره تايوان والصبح لو حاولت تخش تايوان وتضمها وتحقق ما فشلت فيه الصين طوال الحقب الزمنيه الماضيه، الامريكان يغضوا الطرف عن ذلك وتستطيع الصين ان تضمها. وهل الان يعني هذه المعادله اللي حضرتك بتشير اليها معادله القوى سيب ونسيب او سياسه شد الحبل بين الطرفين على ارض الواقع موجوده بقوه؟ يعني اقصد اقول انه الصين اوريدي يعني دوله قويه اقتصاديا وقويه ايضا عسكريا، وهي خلال السنوات الاخيره قامت بتقويه الجيش الصيني بشكل كبير وعلى نطاق واسع. الولايات المتحده اذا كانت تريد ان تضغط بورقه يجب ان تكون هذه الورقه بالفعل ورقه ضاغطه. اذا شنت الولايات المتحده حربا على الصين بسبب تايوان، الصين يعني لا احد يتكهن من الكاسب او الرابح او الخاسر في هذه الحرب. نظري لن تستطيع ان تقدم الاداره الامريكيه على هذه الخطوه، لأن حجم الخسائر التي ستحدث تجاه هذه الخطوة كثيرة جدا ولا توقعها بشر. بالتالي ولم يعد لدى الإدارة الأمريكية أي ورقة ضغط أخرى على الصين سوى تلك الورقة. خلاص أمريكا خلصت اللي عندها. يمكن الإدارة الأمريكية أو الإدارات الأمريكية المتعاقبة خلال الفترة الزمنية الماضية اتأخرت كتير جدا في مواجهة الصين.
يمكن هي حاولت تواجهها ولكن فشل، لأن الصين استطاعت أن تعمل في صمت شديد حتى تنامت بقوة شديدة، وما فائدش أمريكا والإدارة الأمريكية بقوة الصين إلا بعد أن تغلغلت وأصبحت أمرا واقعيا، لأن الصين تعمل في صمت شديد وتعمل برؤى مستقبلية واضحة. تعال نتكلم وجود الصين حالا في منطقة شمال أفريقيا ومنطقة المغرب العربي، تواجد الصين في منطقة مصر ومنطقة الشرق الأوسط بقت بقوة جدا جدا، ممكن الطريق الحرير أو الحزام الأوحد الذي تم الاتفاق عليه ومن خلال المغرب و 140 دولة اللي هو يتم فيه وجود سكك حديدية ووسائل نقل أخرى لنقل البضائع أو التبادل التجاري بين الصين وتلك الدول. التعاقدات التي أبرمتها والتعاون المشترك بين الصين والعديد من دول منطقة الشرق الأوسط، أمريكا تراجع دورها بشد لأن أمريكا لم يعد لديها ما تستطيع أن يقاوم ما تقدمه الصين. حضرتك إذا أردت أن تقاوم فلا بد أن يكون لك من الصلاحيات والأدوات المماثلة والمنافسة. ماذا لدى أمريكا الآن حتى تستطيع أن تقدمه لتلك الدول حتى تتخلى هذه الدول عن التعاون المشترك مع الصين؟ أمريكا الآن تلعب ب من وجهة نظر البراند بتاعها كدولة عظمى بتلعب بالتاريخ الموجود لديها. الوضع تغير، عمر الصغير ما هيتنيه صغير، عمر التحالفات ما هتنيها كما هي، عمر القوة ما هتظل كما هي. يمكن من وجهة نظري الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا في الحرب الروسية الأوكرانية كانت كاشفة للقوة الحقيقية لأمريكا. وبالحديث عن التحالفات أو إعادة صياغة التحالفات في أعقاب هذه الحرب الروسية في أوكرانيا، ربما يعني نعود بالذاكرة إلى زيارة جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط والقمة التي عقدها في الرياض مع قادة دول الخليج العربي ومجلس التعاون العربي إلى جانب العراق ومصر والأردن، وكان هناك حديث عن إعادة صياغة للعلاقات العربية الأمريكية في ظل ما يحدث على مستوى العالم وفي ظل التوتر القائم بين روسيا والولايات المتحدة. بتشوف حضرتك أين موقع الصين من هذا التنافس يعني على هذه الأجندة العربية الأمريكية؟ الصين موجودة بقوة جدا الأجندة العربية ولها علاقات مشتركة ووسطة جدا مع كافة الدول العربية. زي ما قلت لحضرتك إن الصين زي ما نقول كده عندما تتحدث عن شخصية لا خلاف عليها، وأهم ما يميز السياسة الصينية هي فكرة عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول. أزمة أمريكا هنا فكرة التدخل في السياسة الداخلية للدول، تحاول أن تأتي بأنظمة وتحاول أن تعطي الإشارة لمن يأتي ومن يحكم، تحاول أن تهدم أو تواجه أي نظام أو أي إدارة ترفض فكر السياسة الأمريكية. ده كان سبب رئيسي في أن تتغلغل دولة الصين داخل المنطقة العربية. هنتكلم عن المنطقة العربية، المنطقة العربية بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والقمة التي حدث في السعودية كانت رسائل القادة العرب كانت واضحة تماما، يمكن كلماتهم كانت واضحة تماما للإدارة الأمريكية، وهذه اللغة ربما لم نتعود عليها خلال الفترة الزمنية، ولكن كانت العرب كمان كان في القمة دي كانوا في وضع قوة يعني غير مسبوقة، هو طول عمرهم في وضع قوة، ولكن تحدث عن قوة المصالح. أنا هأكد لحضرتك هم طول عمرهم في وضع قوة، ولكن فكرة التوحد لاستغلال تلك القوة لم تحدث منذ حرب أكتوبر 73. صحيح، عندما قام العرب بمنع امداد البترول الى امريكا واوروبا خضعت العالم لتلك القرار، وكان هذا القرار سبب رئيسي في تغير مسار الحرب المصريه الاسرائيليه. صحيح، الان الحرب الروسيه الاوكرانيه هي من اجبرت امريكا على هذا الامر، لانه لم يعد امام الاداره الامريكيه وجو بايدن لإنقاذ أوروبا بالكامل خلال فترة الشتاء القارس القادمة الذي
الذي يتوعد به بوتين تلك المنطقة لمعاقبة الغرب على العقوبات التي فرضها روسيا لسوى المنطقة العربية. بالتالي كان لزاما على العرب والقادة العرب أن يستغلوا هذا الموقف في تصحيح كثير من الأوضاع وكثير من الأخطاء التي تم ارتكابها من الإدارة الأمريكية سواء من إدارة جو بايدن أو من سابقتها تجاه تلك المنطقة، خاصة فيما يخص القضايا الفلسطينية وغيرها من القضايا الأخرى التي قامت بها الإدارة الأمريكية وأحدثت نوع من الفوضى والمشاكل الخلاقة داخل منطقة الشرق الأوسط. الأهم من ده كمان برضو التعامل الإدارة الأمريكية تجاه الأزمة أو مشكلة إيران ورغبة إيران في النووي. حتى هذه اللحظة أشرت إلى هناك نوع من سياسة شد الحبل في موضوع أزمة إيران. لماذا لم تأخذ أمريكا موقف والغرب موقفا واضحا تجاه إيران وما تقوم به من اختبارات وإعادة تشغيل وتخصيب الأورانيوم بمعدل أعلى للإنتاج النووي؟ لأن أمريكا والغرب يريدون أن تظل إيران في المنطقة شوكة ورقة ضغط على دول الخليج. أمريكا لابد أن توجد لك ما تضغط به عليك عندما تريد. هل أمريكا لا تستطيع أن توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم رغم أن لأنها لا تجد في تلك المنطقة ما يهدد به دول الخليج سوى إيران؟ ربما إدارة بايدن تختلف عن إدارة ترامب فيما يتعلق بالأزمة النووية الإيرانية أو البرنامج النووي الإيراني، لأن إدارة بايدن تصر على مسار التفاوض وإعادة العودة تاني إلى الاتفاق المبرم بين الغرب وإيران في هذا الملف. وما هو المبرر لوجود قوات وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة إذا انتهت الأزمة الإيرانية؟ لن تجد أمريكا لها من مبرر للتوقف في تلك المنطقة. العديد والعديد من الملفات يمكن ده خلاص بقى سياسة أمريكا بقت واضحة تماما، هي فكرة حدوث نوع من الخلل، حدوث نوع من يعني من التهديد المباشر أو غير المباشر للدول حتى تستطيع من خلالها أن تكون هي الملاذ الآمن لإنقاذ تلك الدول من التهديد المباشر إليها. صحيح، بشكر حضرتك شكرا جزيلا في نهاية هذا اللقاء الأستاذ محمد ربيع غزالة الكاتب الصحفي بالأهرام. شكرا جزيلا. مشاهدينا شكرا لحضراتكم حسن المتابعة، غدا إن شاء الله حلقة جديدة وحوار جديد.